اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نرسل فيها ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ولكن بعد اهم العناوين. جاء في الهيئه بعثه يونامي تصدر تقريرا عن الانتهاكات والتجاوزات الخطيره التي ارتكبت خلال التظاهرات الاخيره. وفي المدى نقاشات مرتقبه تحدد مصير القوات الامريكيه المنسحبه من سوريا. جاء في البصائر هيئة علماء المسلمين تقدم المساعدات الإنسانية للنازحين من أهالي الموصل. ونقرأ في كتابات انتقادات لتقرير لجنة شهداء التظاهرات لم يقدم أسماء المتورطين رغم اعترافه بقنصه. جاء في العربي الجديد انتفاضة لبنان في يومها السابع، استمرار قطع الطرقات والتظاهرات واجتماعات مالية. نطالع في الشرق الأوسط، بوتين يتحدث عن قرارات مهمة جدا بشأن سوريا، وأردوغان اتفاق تاريخي. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العرب اللندني، حكومة بغداد تبرئ السياسيين والميليشيات من قتل المتظاهرين. أهلا بكم. وصف البعض من المحتجين الأفعال الموجهة ضدهم بأنها جرائم ضد الإنسانية. ولكي نقف على الوصف القانوني لهذا المصطلح وعند تطبيق نصوص الأمم المتحدة حول الجرائم ضد الإنسانية على ما تعرض له المحتجون السلميون من القتل العمد والإبادة والإبعاد والنقل والاختفاء القسري والتعذيب، نجد أن أحكام هذه المادة تنطبق على ما أصاب الضحايا من الفعل الجرمي، فهو قتل ممنهج مع انصراف الإرادة إلى النتيجة الجرمية. مقال للكاتب هادي عزيز علي في صحيفة المدح. السؤال عن كيفية الوصول إلى تلك المحكمة والعراق لم ينضم إليها. الجواب: إن الكرة الآن في ملعب الأمانة العامة لمجلس الأمن الدولي، خاصة وأن بعثة الأمم المتحدة في العراق على علم بكافة هذه التفاصيل، إذ تمكن المحتجون ومنظمات المجتمع المدني من إيصال الصورة واضحة إلى تلك البعثة. وما عليهم سوى إحالة الموضوع إلى الجهات القانونية الأممية لتثبيت الوصف القانوني للجرائم باعتبارها منسجمة وأحكام الجرائم ضد الإنسانية. وإذا ما ثبت لهم ذلك، فإن النصوص التشريعية للمحكمة الجنائية الدولية أعطت الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة للإعاز إلى الادعاء العام في تلك المحكمة بتحريك الشكوى على الجناة واستقدامهم على وفق الطرق القانونية ولو لم يكن العراق طرفاً في الاتفاقية الدولية للمحكمة. تلك وأسوة لما اتخذ من إجراءات بحق الرئيس عمر البشير رغم كون السودان ليس طرفاً في الاتفاقية تلك. معلوم أن الحكومة أقرت بعلمها بتلك الجرائم عندما أطفت صفة الشهيد على قتل الانتفاضة، وهذا يعني إنها تروم معالجة الجانب المدني من الجريمة جبر الضرر فقط، وحيث أنها التزمت جانب الصمت عن الجانب الجزائي فهذا يعني انصراف نية الحكومة عن معاقبة الفاعلين لغرض تمكينهم من الإفلات من العقوبة. منع السيارات الإسعاف وأي واسطة أخرى لنقل الجرحى والمصابين عن قصد تعني الإبادة على وفق التوصيف القانوني لها، كما أن الترحيل والإخفاء القسري متحقق فعلا في الفعل المنسوب للجناة فضلا عن التعذيب الذي تعرض له المحتجزون عليه، فإن أحكام الجرائم ضد الإنسانية متحقق في الأفعال المنسوبة للفاعلين وعلى وفق أحكام نظام المحكمة الجنائية الدولية. جاء في الزمان من بيروت إلى بغداد، كفى ارحلوا يا ساسة المحاصصة. مقال للكاتب لويس إقليميس في صحيفة الزمان العراقية، وجاء فيه: من بيروت إلى بغداد تعانقت أصوات المحتجين مع نظرائهم في العراق ليقول الشعب صاحب السلطة الشرعية كلمته الفصل. كفى كفى كفى، ارحلوا يا ساسة المحاصصة. من بيروت إلى بغداد تقاسم الشعبان مآسي سياسة المحاصصة التي
فتكت بأحلامهم وأذلت حياتهم وانهكت قدراتهم وغيبت كل أمل بإصلاح الذات والأوضاع. إذا الشعب يوماً أراد العيش بكرامة وحرية ورفاهية، لابد أن يجبر القدر نفسه للتجاوب معه في كسر الأغلال وقهر الظلم ومحاسبة الجلادين من السياسيين الذين استغلوا وما زالوا يستغلون بمكرهم وسطوتهم ووسائلهم العنكبوتية الزائغة مواقع الضعف في بؤسه المتزايد في الفاقة والحاجة وفي تدبير وسيلة لقمة العيش التي شحت وقلت وغابت بركتها. فكان الاستغلال السياسي باسم الدين والمذهب أقرب طريقة لإبقاء هذا الشعب البائس ذليلاً محتاجاً خانعاً ينتظر الرحمة والشفقة والمنة من ساسته الفاسدين الذين ائتمنهم خائباً على حاله وثروات بلاده وشرف بناته ونسائه. فقد نجح زعماء الأحزاب الدينية الخلط بين أوراق السياسة والدين وتجييرها لصالحهم ولصالح أتباعهم وجماعاتهم وأذيالهم من المنتفعين والطارئين على العملية السياسية. وهكذا اختلط المقدس بالمدنس والسياسي بالديني ليلقي بظلاله على العملية السياسية برمتها في كلا البلدين الجريحين. اليوم في بيروت ثار اللبنانيون، وليست هذه أول ثورة شعبية لهم، تماماً كما كانت ثورة العراقيين الكاسحة في الأيام الخوالي، وقطعياً هذه الجديدة لن تكون الأخيرة. يقول الكاتب: نحن نتوقع ثورة عارمة كاسحة في قوادم الأيام القليلة، هكذا يقول، التي ينتظرها الجميع لتكون ساعة الصفر الحقيقية لقلع رؤوس الفساد وإنهاء هيمنة الأحزاب المنتفعة وكسر شوكة سياسة المحاصصة المقيت التي نخرت جسم البلاد وأنهكت العباد وشوهت قيمة الحضارة والثقافة والدين وأهانت رموز العراق. رسالة الجنوب الشيعية وطرابلس السنية، عنوان مقال الكاتب خير الله في صحيفة العرب اللندنية، وجاء فيها: تبقى الحاجة بكل بساطة إلى الانتهاء من عهد حزب الله ورموزه المسيحي، من دون ذلك لا أمل بتحقيق الثورة اللبنانية. أي وعد حزب الله عزل من وعودها في لبنان فهو عزل للبنان عن محيطه العربي. ليس تدفق اللبنانيين على وسط بيروت مباشرة بعد إعلان سعد الحريري عن الورقة الإصلاحية التي أقرت في مجلس الوزراء سوى دليل على رغبة شعبية في الذهاب إلى أبعد. هناك حاجة إلى تغيير في العمق في لبنان، تغيير يعيد البلد إلى وضعه الطبيعي. هذا يعني بوضوح عودة لبنان إلى العيش في ظل نظام ديمقراطي فيه حكومة وفية معارضة مهمتها محاسبة هذه الحكومة، وليس إيجاد شراكة بين الزعماء السياسيين بهدف التغطية المتبادلة على الفساد والهدر والتهريب. إلى جانب ما تشهده بيروت، هناك قمع مورس في جنوب لبنان، واستهدف الشيعة الذين انتفضوا في وجه عهد حزب الله في لبنان. هؤلاء أظهروا أنهم لبنانيون أولاً، وأن كل ما يقال عن غياب أي مقاومة للهيمنة الإيرانية على شيعة لبنان غير صحيح إطلاقاً. كشفت طرابلس التي لم تنم طوال الأيام الأربعة الماضية على صوت الموسيقى الصاخبة معلنة انضمامها للثورة على عهد حزب الله وجهها الحقيقي، إنها مدينة لبنانية أخرى ترفض الظلم. من لا يعرف طرابلس لا يعرف أنها مدينة ترفض ثقافة الموت وإلصاق تهمة الإرهاب والتعصب، والتزمت بها. إذن بوجود حزب الله الثورة اللبنانية لن تحقق أي وعد من وعودها، فحزب الله عزل لبنان كما يقول الكاتب. هناك رسالة
رسالة من أهل الجنوب الشيعة، وهناك رسالة من أهل طرابلس السنة والمسيحيين، هناك انتماء إلى لبنان أكثر من أي وقت. هذه الرسالة التقطها بالأحرى سعد الحريري من خلال كلمته التي أعلن فيها عن الإصلاحات والتي أكد فيها وقوفه مع المتظاهرين. هؤلاء يصنعون المستقبل، هؤلاء يتلون من خلال مقاومتهم لحزب الله فعل إيمان بلبنان. جاء في عربي 21: ما من شعب عربي إلا وأبدع في اختيار شعاراته خلال ثوراته الشعبية التي انطلقت من تونس ولم تنتهي في لبنان والعراق. وتكمن أهمية الشعارات في أنها تعبر عن روح الشعب الجمعية، وهي روح لا تخطئ أبدا ولا تهزم حتى لو تعرضت للكسر والخسارات الموضوعية، إلا أنها لن تهزم إطلاقا. جاء ذلك في مقال للكاتب فراس أبو هلال في موقع عربي 21. وكغيره من الشعوب العربية، أبدع الشعب اللبناني في اختيار ونسج شعاراته، فكان النداء الأهم في المظاهرات التي تعم البلاد عابراً للمناطق والطوائف. كل يعني كل، أي جميعهم يعني جميعهم. يحمل الشعار الأثير معنى عابرا للخلافات ولديناميات دولة الطوائف والأمراء التي صنعت في لبنان عبر عقود، فهي تعني أن الشعب في مواجهة مع جميع الطبقة السياسية والطائفية التي تتحكم بالبلاد وتقود المواطنين لصراعات لا تنتهي، يدفع الشعب دائما ثمنها وتستفيد منها الطبقة الحاكمة من كل الطوائف. إن الربيع العربي في جوهره هو صراع بين الشعوب وبين نخب الدولة الوطنية التي فشلت في تحقيق أهدافها الرئيسية في حماية البلاد وقيادتهم بعدل وشفافية وبتوزيع الثروات وبصناعة دولة المواطن لا دولة الفئات أو القبيلة أو الطائفة. ولذلك لا يمكن فهم الحالة اللبنانية إلا في وضعها بسياقها العربي، ولا يمكن فهم ثورة شعب لبنان إلا بوضعها في سياق الثورات العربية التي لم تنتهي بعد ولن تنتهي إلا بالانتصار على فشل الدولة. واعتقدت دول الثورة المضادة والنظام القائم منذ الاستقلال أن المعركة حسمت لصالحها، خصوصا بعد نجاحها بتوجيه ضربة كبيرة للثورة المصرية واليمنية والسورية. ولكن الأحداث تثبت يوما بعد يوم أن الصراع لم ينتهي بعد. يقول الكاتب: لا تخطئ العين عند متابعة المظاهرات اللبنانية أنها تأتي في نفس هذا السياق، ولهذا فقد حضرت فلسطين وحضرت سوريا وتونس في شعارات المتظاهرين لتؤكد بعدا آخر متأصلا في ثورات الشعوب العربية، وهو أن هذه الشعوب نبضها واحد وأهدافها واحدة وأنها تتأثر بما يحدث لدى الشعوب العربية الأخرى. جاء في العرب الجديد: بعد 9 سنوات من الثورات العربية تبدأ موجة جديدة. كانت انتفاضة السودان الطويلة عنوانا لها، ثلاثة الجزائر ثم العراق ولبنان، وفي هذه البلدان يبدو الحراك الثوري العربي متطورا من حيث أدوات التنظيم ومضمون الخطاب والأهداف، إذ تحمل خطابات الحراك وشعاراته خبرات ما سبقها من فصول الاحتجاج محليا وإقليميا. مقال للكاتب عصام شعبان في العربي الجديد. تعيد الاحتجاجات في العراق ولبنان المساحات المغتصبة من الحركة وحرية التعبير التي أممت مرتين، مرة باسم النظام والاستقرار وأخرى بسلطة الطائفة التي تحكم أتباعها عبر هيمنة ثقافية ذات جذور دينية وعاطفية. باتت الطائفية غير قادرة على القيام بوظيفتها في حفظ النظام والهيمنة على أعضائها بتأثيرات الانتماء أو عبر تقديم خدمات لرعاياها. هنا برزت أولوية المواطنة، الحقوق المتساوية،
الحق في التعبير، التحرر من سلطة الطائفة، وكسر نموذج الولي والتابعين. يترجم الحراك عملياً الحق في المشاركة التي اغتصبها الزعيم والممثل الديني الطائفي، الولي الذي أجبر الرعايا على الصمت واغتصب حقهم في التعبير بوصفه ممثلاً لهم، ويطالب المحتجين بمواجهة النهب والفساد ونقص الخدمات، ويرفضون السياسات التي تنتج الفقر والتهميش والبطالة، وكل مخرجات النظام المافياوي الذي يحكم تحت مظلة الطائفة ويعيد الحراك قواعد الصراع والاصطفاف إلى مساره الحقيقي، الصراع الطبقي، ويناقش التفاوت الاجتماعي ويعبر عن أوضاع المفقرين والعاملين بأجر، ليكون الاصطفاف شعباً ضد من ينهبه. صرخ المحتجون إذن في يوميات الاحتجاج، وأوضحت خطاباتهم قدر الوجع والأزمة الشاملة والمتجاوزة للتقسيم الطائفي والمستندة إلى حقائق موجودة على الأرض، والصراع الطبقي والتفاوت، حيث كلنا موجوعون، نحن المهمشون ونحن العاطلون عن العمل والعاملون بأجر، والمواطنون الذين يعانون نقص خدمات التعليم والصحة وخراب البنية التحتية، حيث يظهر التقسيم الحقيقي بين من يملكون مليارات في المصارف غير معروفة المصدر ومن لا يملكون حريتهم حتى وإرادتهم، وهم عاجزون عن العيش بكرامة وتوفير الخدمات لأبنائهم. جاء في واشنطن بوست: لماذا يجد الرئيس دونالد ترامب صعوبة في سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط؟ يقول آدم تيلر مراسل صحيفة واشنطن بوست إن السبب الرئيس متعلق بالسياسة والقرارات المتعجلة والجدل المتزايد بين المحاربين القدماء، الذي تشير استطلاعات الرأي أن وجود القوات الأمريكية في العراق وسوريا وأفغانستان لا يستحق كل هذا العناء. الرئيس ترامب طالما تعهد بشكل متكرر سحب القوات الأمريكية من سوريا، حيث قال في تغريدة: نقوم ببطء وحذر بجلب جنودنا العظام وجيشنا إلى الوطن. وقال أمام الصحفيين: لقد حان الوقت للعودة إلى الوطن. وفي تغريدة يوم الأحد قال إنه سيحضر الجنود إلى الوطن، وبدأ أن كلام الرئيس ليس مثل الفعل. ففي الوقت الذي قال فيه إنه سيسحب القوات من سوريا، أعلنت وزارة الدفاع عن إرسال 1800 من القوات إلى السعودية، ثم أعلن مارك إسبر وزير الدفاع عن سحب 1000 جندي من سوريا إلى العراق، مما يعني أنهم لن يعودوا إلى أمريكا. ثم عاد وقال يوم الاثنين إن الجنود الأمريكيين في سوريا لا يخرجوا كلهم منها. وقال في أثناء زيارته إلى أفغانستان أنه سيتم الاحتفاظ بقوة صغيرة لحماية حقول النفط من تنظيم الدولة وغيرهم ممن سيحاولون استخدام موارده لتمويل نشاطاتهم الخبيثة. ويعلق تايلور على أن التحول المستمر في خطط نقل القوات بالمنطقة يأتي وسط النقاش حول طبيعة وجودها هناك، ذلك أن حياة الجنود تعرضت للخطر بدون منافع حقيقية على أمريكا، كما أن وجودها لم يؤدي لتغيير للظروف على الأرض وإنهاء النزاعات في المنطقة، إلا أن قرارات ترامب سحب القوات أظهر أنها تؤدي لتخريب أولويات أمريكا بالمنطقة. يقول الكاتب في أفغانستان: قال إسبر يوم الاثنين إن عدد القوات الأمريكية هناك تم تخفيضه بحوالي 2000 نسمة، ومع أن المحادثات مع طالبان قد انهارت، إلا أنها تكتشف أن واحدا من مطالبها هو رحيل القوات الأمريكية، ويحدث بدون اتفاق. تحولت عبارة هل شاهدت فيلم الجوكر بالسينما إلى هاشتاغ يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي العربية لنقاش حول ما يطرحه الفيلم من رسائل وقيم اجتماعية وتأثيرها على الشباب والمراهقين، خصوصا بعد تقمص العديد منهم لشخصية الجوكر.
تمثلهم به في صورهم بالبروفايلات والشوارع والمظاهرات. يقوم بعض الشباب الناشطين على مواقع التواصل بتغيير صورهم الشخصية البروفايل بجوكر، وهي شخصية في أشهر فيلم أمريكي يعرض الآن بصالات السينما في العالم، ويتحدث عن مواجهة الفاسدين. ويحظى فيلم جوكر باهتمام الناشطين العرب، وقد أصبح حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقشوا حول رؤية كل منهم لموضوع الفيلم الذي يدور حول شخصية آرثر فيليك، وهو مهرج مصاب بمرض عقلي يعيش مع والدته المصابة أيضا بأمراض عقلية، ويحلم بأن يصبح سريعا كوميديا، حيث الجوكر هو الصورة البريئة للشر وتبرير أفعالها القادمة على أنه ضحية. فكرة خطيرة تمرر لأفكار أخطر وأعظم. يعني غدا قناع الجوكر سيكون القناع البديل لباتمان في هذه المجتمعات، حيث كم صار ثمن المتعة رخيصا مقابل الثمن الباهظ لتغيير المفاهيم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.